صباح الخير أعزائي المتابعين في التحليل الفني الصباحي لشركة وينزر بروكر. هيدمو لكم كريم مجدي اليوم 29 أكتوبر 2019، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن أسعار الذهب. انخفاض كبير لأسعار الذهب امبارح، وده راجع طبعا في المقام الأول للتفاؤل حال اتفاق أمريكي صيني، قاد طبعا الأسهم لذروة جديدة وارتفاعات جديدة، وانخفض بملذات الأمنة زي الذهب، وده طبعا نتيجة ارتفاع شهيات المخاطرة بشكل كبير، وارتفاع كمان اسعار الدولار الامريكي ده كمان ضغط بشكل اكبر على اسعار الذهب. ما كانش عندنا امبارح بيانات نقدر نتكلم عليها، ولكن النهارده في انتظار بيانين من الولايات المتحده الامريكيه ومؤشر ثقه المستهلك سي بي ده متوقع ليه يكون 128 مقارنه بالشهر الماضي اللي كان 125.1. مؤشر مبيعات المنازل المعلقه الشهر لشهر سبتمبر متوقع ليه يكون 9.1% مقارنه بالشهر الماضي اللي كان 1.6%. دي اهم البيانات المنتظرة النهاردة، وكانت اهم الاخبار اللي ظهرت امبارح ذكرناها لحضراتكم في بداية الفيديو. خلونا ننتقل مع بعض ونشوف في التشارت. انخفاض عنيف لاسعار الذهب خاصة بعد كسر 61.8 في بوناتشي، وهي منطقة كانت مدعمة بشكل كبير جدا. كسر كمان نقطته الهام عند 1503، وبعد ارتداده من 1516 علشان ينخفض مرة أخرى ويصطدم بمنطقة دعم قوية عند 1491. ولكن طبعا كل نموذج المتكون قدامي كله إطار تصحيحي، عندنا فلاج وده طبعا نموذج مكمل للاتجاه، ولكن مجرد حركة تصحيح بسيطة علشان يرجع مرة تانية يكسره الأسفل ويكمل طبعا أداؤه السلبي. أداء سلبي على مؤشر الـ EMA، على مؤشر SAR، على مؤشر فلات ترند، تقاطع المتوسطات السعرية الأسفل، المسافة بينهم بتدل على قوة الاتجاه وثبات السعر أسفله، كل ده بيدل على استمرار الأداء السلبي، ولذلك نتوقع مزيد من الهبوط بشرط كسر الـ 1491 علشان يروح للـ 84 وراها الـ 79. مرة تانية الأداء الأكثر توقعا للذهب هو الـ 1491 عشان يروح للـ 84 وراها الـ 79. السيناريو الآخر والمعاكس هيتحقق بكسر الـ 1503 علشان يروح للـ 1511 وراها الـ 1516. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم أكيد يوم تداول آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.